مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الاولى من الموسم الثاني من المزح نص جد عبر التلفزيون الان اللي ما راح يلحق يحضر حلقه اليوم على شاشه التلفزيون ما له غير يروح على تشانل يوتيوب يعمل لايك وسبسكرايب يرجع يحضر الحلقه مع ضيفنا اليوم اللي ما راح يزمت لا من المزح ولا من الجد لأنه ممنوع المزح وقت الجد وممنوع الجد وقت المزح ضيفي الليلى اختار التمثيل مهنة وهوية له من العام 1995 هو ابن الفنان والمخرج الإذاعي مروان قنوع وهو أبو مايا وماسا ومروان وعدنان ممثل بتفكره قنوع ووديع من اسمه ولكنه جريء كتير بقول كلمته وبيمشي بين المزح والجد خلينا نستقبل سوا النجم السوري الممثل محمد قنوع الروحة اهلا وسهلا نشف ريقك قبل ما بلش والله يعني قبل ما بلش لا الله يخليك لينشف ولا يخلي لي الكلمات في حنجرتك حاضرين انه يطلعوا جاهزين اوكي محمد قنوع اهلا وسهلا فيك اخترناك وسهلا فيك. انك تبلش معنا الموسم الثاني لجرأتك لانه انت مش مثل اسمك انت قنوع باسمك ولكن منك وديع بالحياه العاديه منك هذا القنوع والله بالعكس والله وديع جدا يعني وبقول رايي يعني بقول رايي رايي وجهه نظري بتقول رايك لو شو ما صار يعني, يعني رايك بدك تقوله اما ان تكون رجل او م. لا تكون رجل طيب سؤال بتقول رايك لا تعمل اثاره جدل أبداً. ما بتتقصد شيء ابدا بس بتقول رايك لانه لازم تقول رايك بس هو الراي اللي احيانا الحقيقه بتوجع فوقت يكون رايك واضح وصريح في فئه رح ترضى وفي فئه ما رح ترضى قد في حقائق بتوجع الفنانين لما يطلعوا الممثلين لما يطلعوا بمقابلات ما بيقولون هلا في كثير بس يعني انا بشوف انه يعني انا قلت مره انه دعوا اهل الفن للفن مم. شو بدكم فيهم بالحياه شو بيساووا اوكي انت شوف شو عم بيساوي على التلفزيون اما شو بدك فيه ببيته بحياته العاديه بعدك بهاي الراي إيه طبعا وهي انا ما بغيرها يعني مم. بس بتعلق على بعض الامور حنحكي فيها خلال خلال الحلقه انت مش بس على فكره جريء بس انت مهضوم كمان بتخبر نكت قالوا لي قوي بالنكت ابدا قوي جدا بس مو على اللايف لا ما بدنا نكتب اللي... مش نكته رزيله نكته عاديه مع... مع... ولا عاديه يعني في حزازير بس يعني خبرني وحده بس او اثنين اذا حزوره اثنين طيب في ثلاث نملات ماشيين على سكه قطار ايه اول نمله قالت وراي نملتين ايه النمله الثانيه قالت وراي نمله النمله الثالثه قالت وراي نملتين كيف؟ قطار دائري سكه قطار في قطار دائري سكه قطار له بدايه ما له نهايه يا لطيف الثالثه كذابه ما انا بتقول سيره <applause> عشان <applause> ما اعزبك <همعز> كثير <applause> مشان ما نطول قصدك طيب آه خليني امرق انا وكيك شوي على شويه خبر على شويه آه اخبار حول العالم قبل ما نفوت بالمقابله في اخبار حول العالم جمعناهم آه مثلا من المانيا دعوات للاستحمام مع الجيران لتوفير المياه لا والله بس يشوفوا كثير بالمانيا ليه؟ ما بعرف بتحس انه اللي يعني الخير وقت بيعم بيعم على الكل آه والشر بيعم على الكل من وراء الحرب الروسيه الاوكرانيه عم تحكي اكيد انت أتب... قال لي أنت أنت لو كنت محلهم يعني اليوم بدهم يعملوا باث شو بيسموه باث بول يعني يتحمموا كل اللي لا أكيد أنا لا ما بتحمم لا أكيد لا <applause> حتى لو جارتك امرأة حتى جميلة لو جارتي ورلوم مستحيل اتحمم معها <applause> بس كرمال توفير المياه معلش مدبر حالنا تمام يوم, يوم يوم لا بداله. بموضوع الحرب بموضوع الحرب الروسيه الاوكرانيه هلا عم ينقصف حوالى المفاعل النووي، اذا ضربوا المفاعل النووي وابيد العالم محمد قرنوان، مين اول شخص بتودعه؟ هلا اذا لحقت ايه يعني امي شخص واحد شخص واحد؟ ايه امي امك قبل زوجتك؟ طبعا طبعا؟ طبعا هيدي مثيره للجدل هيدي لا ليش؟ لانه أنت بتودع زوجتك قبل أمك؟ أنا ب... أنا بود... أنا بودعهم تنيناتهم، أنا قلت لك شخص واحد لأنه أنت قلت لي شخص واحد، يعني هذا مثل مثال مرة قلنا إذا ماشيين بالبحر ورح نغرق ومعك أمك ومرتك مين بتنقذ؟ إذا معي؟ مرتك وأمك مين بتنقذ؟ بتنقذ أمك ولا بتنقذ أم ولادك؟ سؤال محير جدا على فكرة لا بس هلا انا امي عاشت حياتها وكبيرة وصارت قريبة يعني باخر هلا هذا سؤال صعب صعب جدا بس الصبية بروحها عند اولاد بتربيهم اولادها عايزينها كثير يعني بس كمان سؤال صعب كثير صعب كثير سؤال مستحيل ايه يعني صعب الإجابة عليه صعب الإجابة عليه مهم طلعت أنتوا ما بتتحمم مع لا لا يعني طيب لا, أك لا مع أك رجال ولا مع نسوان <تصفيق> <لا> <تصفيق> طيب خلينا نروح عند أول فقرة خلينا بالجد أبو الناج. الفقرة الاولى خلينا بالجد بدي احكي شوي عن اول شيء خلينا نحكي بالمهني يعني نحكي عن التمثيل قبل ما نبلش نحكي بالشخصي ليه ما بتاخذ ادوار البطوله هو من اكثر الاسئله اللي بتنطرح عليك من اكثر الاسئله اللي بتكرهها كمان صحيح بتكرهها طب ليه ما بت... لاخر مره ليه ما بتاخذ هلا هي القصه انه اذا كلياتنا بدنا نعمل دور البطل بيكون في مشكله مم. يعني بيكون في مشكله يعني هي الحياه تكوين الحياه مثل بيشبه التكوين الفني بيشبه تكوين الحياه اوكي مشكله يعني درجات يعني وإنا خلقناكم في درجات يعني بما معنى إذا كلنا بنعمل دور البطولة مين بده يعمل دور, دور الثاني والثالث؟ هي رقم واحد، يعني مثل شبه لك يا فريق فوتبول اوكي إذا كل مين جولر يعني العشرة الحارس وتسعة لعيبة بيلعبوا ليعطوا لهذا ليجيب الجول مزبوط مستحيل ال11 يجيبوا الجول هو واحد اللي بيجيب الجول مزبوط عرفت؟ فكله بيهيئ اللعب لهذا الشخص لهو يجيب الجول فطبيعي يعني إذا كل العالم هي بدها تجيب الجول فريق بيخسر يعني اذا ال11 نزلوا قعدوا تحت بكل بي لحظه بياكلوا جول ف... طب لك 27 سنه ممثل ولا مره اقتنعت انه دور البطوله مش إل... انه لك يعني والله ليش دور البطوله لا هو مو انا ما اقتنعت مين اللي ما هلا هي فرص شو اللي يعني... بين بينقصك لتكون بطل الحقيقه الحقيقه هي الحظ او الاسم والنصيب بما معناه يعني انه الحظ انا ما كثير بامن فيه بامن بالقضاء والقدر اكثر يعني انه هذا مكتوب لك خلاص مكتوب لك انت اليوم سبحان الله القضاء والقدر كتب لك انك تكون دور ثاني كل حياتك؟ عن جد عم تحكي؟ وين المشكلة؟ يعني ما اجت الفرصة المناسبة لاعمل دور البطل الأول، وما كثير بيعنيني الموضوع على فكرة. يعني ما بيعني لك حجم الدور، بيعني لك جودة الدور. تماماً. هلا هيدا هيدا, هيدا, هيدا شيء بتقوله لتقنع نفسك لا, لا 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 والله، يعني أنا يعني شو الفائدة أنا أكون مثلاً عم بعمل مثلاً بثلاث أربع مسلسلات دور ثاني وثالث والعالم حابيني، وروح أعمل دور بطل والعالم ما تحبني. <متحدث> انت برايك اذا عملت دور بطل عالم ما حتحبك؟ بجوز ما تحبني يعني هي مراهنه اي دور انت بتعمله اي دور بالحياه بتعمله ما بتعرف اذا الناس راح تحبك ولا لا انت بدك الرياكشن الاول والانطباع الاول للمشاهد فنحن ما بنكون بنعرف فانا ماني مضطر غامر للامانه انا كشخص ما بحب غامر عفوا ضربنا الميكروفون ما بحب غامر وروح لدور كل المسلسل يحمل اسمي انا واكون انا المسؤول عن نجاحه او هيك. هل... اذا اعتزلت التمثيل المتعه بسوريا أه. دراما السوريه انه فعلا ما في بطل اوحد لاي مسلسل يعني بتلاقي شفت انت شفت يعني بطوله جماعيه بطوله جماعيه وبالمسلسلات العربيه المشتركه في ابطال أه بس كمان بطوله جماعيه كمان بطولات جماعيه أه انا شايفك ببطولات جماعيه أه. يعني مو دائما عم بيكون البطل سوري او البطل اللبناني او البطل لبنانية والبطل البطل السوري ما في حق دائما انه البطل السوري والبطل اللبناني هلا هي الامانه يعني اذا بدك تفوتني بهذا الموضوع بدك توقعنا باشكاليه ليه بقى اقول الشري يعني هو المنتجين هيك عم بيروحوا المسلسل الاكثر انتشارا عربيا هو الذي يحمل البطل السوري ليه بدك تسال محطات شو الابطال اللبنانيين ما خرجوا يحملوا المسلسل عربيا عربيا لا اوف تسويق عم يعني لك لا تسالني الي ليه طيب لانه السوريين عددهم اكبر لأنو... يعني لا انتشار الواسع القديم لالون هو سبب يعني انت مثلا دلني على مسلسل لبناني لبناني عرض في محطه محطه مهمه كبيره على مستوى الخليج آه لبناني 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 قبل عم تحكي ايه ما عم بينعرض أما وقت يكون مشترك هلا ما بدي أقول إنه أنا ما أدري جوابت أنا مش كثير مطلع بس يمكن يكون في بس ما بعرف هلا أنا ما في يعني في شيء هي إلها علاقة بالتاريخ إلها علاقة بالتاريخ الدراما بالهيستوري يعني إنه من وقت ما باب الحارة بلش ينعرض لا لا, لا من قبل باب, باب الحارة قبل باب الحارة يعني هي الدراما السورية الحام. يعني الدراما السورية من أيام دريد لحام الأستاذ دريد لحام من أيام الأبيض والأسود بعدين إجت نقلة بسنة الوقت صار في نهاية رجل شجاع وهجرة القلوب إلى القلوب واخوه التراب، رد صار نقله جديده بالالفينات ودخلت دخل مخرجين كبار ودخلت البيئه الشاميه مثل ايام شاميه مثل الخوالي مثل لالي الصالحيه بعدين اجا الحاره، جباب الحاره مؤخرا م. والمجموعة الاعمال اللي عملها الاستاذ حاتم علي الله يرحمه م. عمل مجموعه من الاعمال كبيره كثير مثل التغريبه الفلسطينيه، صقر قريش، صلاح الدين ايوبي ملوك الطوائف يعني صارت الدراما السوريه متغلغله لكل بيت عربي صارت هي الاساس اللي بيتعمر عليه الدراما العربي المشتركه تماما طيب صرت مؤخرا ماده دسمه للصحافه والسوشيال ميديا محمد قنوع بتزعل انه الناس بتهتم اكثر بتصريحاتك من ما بتهتم بادوارك؟ هلا انا ما بعرف ليش دائما يعني هن بياخذوا شيء من الحديث وبيقولوك شيء انت شي دمت في شي دمت يعني ما في شيء ندمت عليه في شيء اطلاله ندمت عليه يعني هي اكثر اطلاله اخذت عليك اخذت معك ضجه اطلالتك مع رابع الزيات الزميله ببرنامج شو القصه الزميله وانا ما حكيت اي شيء بخالف ضميري ورايي بهاي المقابله تصريحين اي واحد تندم عليه ارفض ان يكون لدي صديق مثلي الجنس او ارفض ان تتزوج ابنتي من شاب غير مسلم شلون شلون اي اي واحد من هالتصريحين تندم عليه وقت قلت أنا أرفض أن يكون لدي صديق مثلي الجنس أو أرفض أن تتزوج ابنتي من شاب غير مسلم ولا واحد بعدك مصر عليهم لك يا هشام حكي... نحكي بالمنطق هلا مثلي الجنس ما بيشبهني يعني ما بيشبهني بالطباع بالحياة ما بيشبهني أوكي. يعني أنا أقول لي من عاشر أقول لك من يعني منك ضده بس ما بترفض الخصوصيات هو حياته يصطفل فيها بس إنه شلون بده يكون رفيقي مستحيل يكون رفيقي هي هي شغلة الشغلة الثانية أرفض إنه بنتي تتجوز من شاب غير مسلم مسيحي يلي ما هو مسيحي طب هل العائلة المسيحية بتقبل إنه تاخذ لابنها بنتي؟ ما بس هو بس... ما يمكن. هو هيك إذا هي بتقبل ما هي هيك القصة بس هي بتقبل في كثير ولو في كثير في كثير امثله اذا بتقبل اذا هي بتقبل وهو بيقبل واهله قبلانين وبيأسلم إيه. اكيد ما عندي مانع لا 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 لحظه زواج مدني؟ اي مش مدني يعني بس انت معتبر هلا هو اذا بيأسلم بطل شاب غير مسلم ما هذا انتفى السؤال هي بالقانون عنا بالبلد مم. ما بيزبط القانون بالقانون عنا ليش قانون ديني بسوريا؟ ولو يعني زواج شرعي اسمه زواج شرعي ما بيزوجوك مم. طيب الكاتب السوري وقت عماد نجار هجمك بقسوه ووصفك بالداعشي بيقول علينا ان نقصي الدواعش وداعميهم من الوسط الفني، علينا ان نقصي كل من تستفزه قبلة من عاشقين في عمل درامي ولا يستفزه الذبح والقتل والتفجير. هيدا عماد النجار بي... وتحداك واتحداك بمنا... لمناظرة فكرية. مناظرة فكرية بشو؟ هلا ما احترامي بي... له أي وجهة نظره ويستفل هو, هو يعني. يعني هو هو هيك هل انت داعشي؟ لا اكيد لا. مم. داعش وعم يشتغل بالفن؟ فكر هل, فك... هل فكرك داعي بتشارك بمسلسل فيه قبلات قبلات شو من الفم ايه انه انا بوس ايه لا بتش اذا غيرك بيصطفع شو آه، فيه بتشارك بمسلسل فيه قبولات؟ ما انا مشارك بمسلسل اسمه صرخه روح يعني من اكثر المسلسلات اللي فيها مشاكل اوكي وبتشارك مسلسلات فيها مشاهد آه... حميمة؟ أنا إذا لا يعنيني الموضوع مم. أنا حاكي فيه من زمان هذا الموضوع يعني بالأخير أنا هي شغلتي وهي رزقتي يعني مم. مم. بتقول أنت ما حقول حق لك أنك متعصب دينيا ملتزم أو محافظ 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 زوجتك وبناتك محجبات آه آه الغريب أنه تحجبوا من دون علمك لا شلون من دون علمي؟ يعني تحجبوا مش أنت طلب منهم لا أنا ما طلبت هن تحجبوا ولا من حدا منهم يعني زوجتي بعد زواجنا باربع شهور طلبت تتحجب ايه لها هذا رايك وقرارك حياتك يعني انت حره فيها وبس اذا حطيتي بتفضل انه بناتك ما, ما كانوا ما يكونوا محجبات لا ما عندي مانع انه يكونوا محجبات بس أو ما عندك انا ما, أنا ما يكونوا؟ بتمنى يعني انا ماسا مثلا مايا اول وحده تحجبت وقت ماسا اجت وزعلت عليها كانت صغيره يعني صغيره لساتها يعني آه ماسا وقت اجت بتحجب ما خليتها ما خليتها تحجب لماسا تقريبا شي سنه، صارت تروح مع رفقاتها وترجع عم تبكي انه كل رفقاتها محجبات وهي تستحي قدامهم وك، خلص انت عايش بمجتمع المحيط تبعك بده يشبهك، مشان هيك قلت لك على المثال هذاك تبع انه قل لي من عاشر اقول لك من انت. طيب ترفض ان ان يدخل بناتك الفن؟ ابدا ما عندك مشكل. لا لا وأولوني شيء انا ما قلته، انا قلت لهم الحجاب ما بيزبط مع الفن، بس هلا مثلا ماسا اخذت البكالوريا احتمال تروح تدرس اخراج الاخراج مو بالفن بلا هندسه ديكور مو بالفن طيب ماسا كان لها تجارب تمثيليه بسيطه بنات العيله وبانتظار الياسمين اه انت عم بتقول الحجاب ما بيزبط مع التمثيل اذا آه. قررنا بناتك يشلحوا الحجاب ليفوتوا التمثيل ليفوتوا على التمثيل على هذا شان شخصي لك انا بتركهم على راحتهم للامانه بس انا بشوفها كثير معيبه القصه تشلح لها يفوت على الدومين آه. أنا من وجهة نظري يعني من الأساس إنه إذا بدكم تحطوه لا تشيلوه يا م. لا تحطوه أنا يعني ما فرضته عليهم م. يعني هن بحياتهم الشخصية وفعلاً حريتهم الشخصية وين حطوه بمطلق الحرية يعني أنا ما فرضت عليهم م. بس إذا شالوه راح ينساء لهم كثير أكثر من إنه يضلوا حاطينه يعني وأنا الح... ما بتمنى ينساء يعني الخيار بين انه ينشلحوا الحجاب ليفوتوا على التمثيل او يضلوا محجبات وما يفوتوا على التمثيل بالفضل يضلوا محجبات وما يفوتوا على التمثيل ما مضطرين في مليون شغله مليون مهنه بالحياه يعني. محمد قنوع المحافظ على تيك توك كل ليله شو قصه أه. التيك توك والله ليك هو التيك توك برنامج ترفيهي يعني هو مثل الفيسبوك مثل الانستغرام مثل هاي بس هو اوسع م. ومجاله اوسع وانتشاره اوسع طبعا و... وفي ارباح ارباح كيف عم تعمل في ارباح يعني انت تطلع لايف تطلع لايف اجباري بده يجيك هدايا هي الهدايا بتتحول لمصاري مع الوقت اوكي يعني تقريبا شو عم نحكي قد ايه قد ايه اليوم تعمل كل يوم على تيك توك يعني فوق ال 25 دولار باليوم فوق ال 25 دولار باليوم وتحت ال 10000 دولار ما لك علاقه قد <applause> <applause> يعني ما انا اذا بقول لك قد ايه بتاخذ على البرنامج بتقول لي هذا تيك توك شو خاص شو ما هو التيك توك يعني انت فايد فتحت لايف الجولات كل يوم شكل هم. عرفت شلون فيعني بس انه فعلا انا اول شيء يعني احدهم سين من الناس شو بتعمل على اللايف بنضحك وبنمزح وبنحكي ومن نكات بنحكي قصص صايره معنا وانا اغلب طلعاتي تقريبا بالفتره الاخيره يعني هي مع فنانين يعني انا بطلع مع رفقاتي بتطلع مع رفقاتك شو رايك باللي بيقولوا تيك توك هو تطبيق تافه للتفهاء لانه في ناس هيك بيقولوا لانه في ناس في شيء على تيك توك أه قل لي شو الشغله بالحياه اللي اتفقوا عليها كل الناس؟ ما في شيء تافه تافه ما عندك بدي اجي اقنعهم انه مو تافه؟ ليش لا اقنعه؟ خلاص يضلوا شايفينه تافه ولا يحضروه ولا ينزلوا التطبيق يسمعوا مني تافه كتير لانه مشان مشان المسريات المصريات لك لك مو شايف ها... خلص هن شايفينه تافه طب اوكي شايفه تافه بعمل هيك بعمل حذف وبشيله يقال انه محمد قنوع بيقبل باي دور لانه بهمه اصلا المال اكثر من الدور انت شخص مادي هلا قلت لي تيك توك مردوده جيد حكيتني عن مصرياته يعني وشكلك انت بتحب بتحب المال يعني لا والله ما شو بحب لك يعني زينه الحياه الدنيا المال والبنون مم. وقال لك المال قبل البنون على فكره مم. لان المال هي اللي بتصنع ما كيف الصعادة. تربي البنون اصلا مم. ما كيف تربي البنون تماما هلا انا جبت البنون وهلا بلشت <applause> <دي المال تصفيق> 27 سنه هلا بلشت ايه يعني ما كثير ما معك مصاري لا ما معي مصاري مم. لانه ما بتجمع لانه بتصرف لانه ما قبضت كثير هلا ما بعرف يا ما بجمع يا بصرف كثير يا ما في يوم بركه يعني يا يعني بيجي مصاري كثير بس وين بيروحوا ما بعرف عفوا هلا انت فنان فقير؟ أه جيد ميسور الحال لا م. احتاج احد الحمد لله لا لا غني ولا فقير لا ماني غني يعني ما عندي املاك ما عندي م. عندي سيارتين الي سياره ولا ليه ما سيارة. تركت سوريا تعمل مصاري برا؟ شو هو؟ ليه ما تركت سوريا ورحت عملت مصاري برا؟ ما بقدر سوريا ما بقدر والله ما بتقدر حتى لو قبضت برا بالدولار رح تصرفهم دولار م. ما هي ذاتها لا بتطلع تشتغل برا تعصرف سوريا أه شو بس ما احيانا بطلع يشتغل برا وبجيب ما فكرت ولا مره تروح على برا لانه برا بيصير مدخول اكبر استقر برا؟ لا ما هو بيصير مدخول اكبر بس مصروفك اكبر بكثير سنحت لك الفرصه وما تركت؟ لا ما ايه استق... سنحت لي انه اطلع استقر برا وين؟ طبعا بدبي بدبي وما وبقى... لا لا ما استقريت لا هل هو اصبحت كبيرة بين الفنان اللي بقي بسوريا خلال الحرب بين الفنان اللي طلع من سوريا؟ فروق كبيره من اي ناحيه هو هو يعني بتحس انه لم يعد هناك العلاقه الجيده بين الناس اللي, كل اللي بدبي وبتركيا وبلبنان بيتمنوا يرجعوا على سوريا باي لحظه ليه ما بيرجعوا اسباب سياسيه لا لا ما في ما بتصور في منهم طبعا اسباب سياسيه واللي ما عنده اسباب سياسيه صار يعني انه الدخل اللي بيجي برا صعب يجي بسوريا للامانه يعني الأرقام, يعني الارقام تعود على دخل معين الارقام اللي بيقبضوها النجوم الدراما السوريين بلبنان او بتركيا او بدبي صعب ياخدوها بسوريا انت اللي بيجيب لك مصاري كمان الدوبلاج انت فنان دوبلاج يعني مو بيجيب لي هديك المصاري لانه انا بشتغل شويه دوبلاج في بعض فيه. الفنانين بيقولوا انه دوبلاج بقلل من قيمه الممثل ابدا انت انت بتعمله عادي ابدا ليش بقلل من قيمته كبار في ن... كبار نجوم العالم بهوليود بيشتغلوا دوبلاج في ناس رأ... تلفنت لهم ليعملوا دوبلاج ورفضوا نجم نجوم ونجمات لا لا ابدا لانه انت أبداً. مدير شركه مدير عام, عام شركه اي لل... للدوبلاج انتاج أب... انتاج ودوبلاج سوا بتقول انت انه ما في ممثلين رفضوا لا لا ما في الدوبلاج اصعب من التمثيل الدوبلاج فن مثله مثل يعني اللي بيشتغل مسرح او اذاعه او تلفزيون او دوبلاج واحده من هدول اشهر الممثلات اللي انت شاركت فيهم كان مسلسل الحب الاعمى مم. ولعبت فيه تركي هو لعبت فيه دور امير كوزجي اوغلو كوزجو اوغلو كوزجو اوغلو كوزجو اوغلو كيف خلي. اولى اولى كوزجو اوغلو كوزجو اوغلو كوزجو اوغلو كوز ايوه <applause> كيف بعدك حافظ كيف يحكي مثل ما بحكي انا ايه كيف بس بال اه بالسوري كمان بالنحو بالنحوي يعني لا لا بال... بالعامي مم مم ايه باللهجه البيضاء لا شو انه باللغه العربيه الفصحى ايه فك... انا لا بحاول اهرب منه والله مع انه باخر فتره اضطريت دبلج لا. مسلسل متعبه متعبه اللغه العربيه متعبة. الفصحى متعبه وليك ما بتحط كاركتير بصوتك عم تقول مت صوتي انا في كاركتير ملك يعني هو حسب حاله المشهد يعني حسب شو طبيعة المشهد؟ ايه يعني بس اعطيني مثلا كاركتير شو يعني شو مثلا؟ يعني بتمثل مثلا؟ لك شو طبعا بمثل، يعني مثلا بتمثل، يعني مثلا, من... يعني مثلاً عفوا عندي هون نص، ايه. اليوم رح تصير زوجتي رح رح انه هيدا حكيني لنيهان امير كوزجو اولو اوكي بس بعد لي بعد لي عفوا انت نيهان انا حطولي انا نهان طب يلا انا بلش؟ ايوه اليوم رح تصير زوجتي ورح نوقف تمثيل <applause> ابدا <ما> انا احسن <applause> <applause> انت اللي خالفتي القواعد هربتي مني رحت لعند هداك الرجال بكل فرصه لاني بحبه بحبه فهمت ما عاد بدي هالجازه حاسه حالي بسجن كل شيء لعبه بالنسبه لك هدتني بخيي تزوجتي بالقوه شو بدك مني بعد شو لك بدي اياكي انتي بفضل الموت ما بسمح بهيدا بهيدا الشيء. ما بسمع بهذا الشي طلعي حواليكي ما في الك مهرب مني بهي الدنيا فهمي هالشي خيارك الوحيد انك ترغبي فيني وتصيري زوجتي طبعا لو هيك نهان من اول حلقه قالها عني. <applause> من اول حلقة <applause> لا انا صح حسيت حالي نهان مضبوط ما قتل عليها نهائيا صراحة بس بتكون نهان بالجزء الثاني يا دقولي انا ردي طيب يلا آآ آآ بلشنا هيدا كان بارت الجد لانه هلا مطلوب منك عن جد من بعد البريك واذا ما حضرتوا الحلقة على يوتيوب مشاهدينا مطلوب منك عن جد ابو الناج <applause> نعود لحلقة المزح نص جاد الحلقه الاولى من الموسم الثاني مع النجم السوري الممثل محمد قنوع مطلوب منك عن جد الفقره الثانيه فقره جديده آآ آآ هلا مطلوب منك تحدي يعني في تحديات لها علاقه بالدومين وانت بتاكل سودانيه بتاكل لحمه نيه بس مستحيل تاكل سمك ني اعوذ بالله مستحيل اعوذ بالله ولا بتحطه بتمك بس انا يعني فيك. هي الأت... الاكله اللي العالم تروب بتقاتل لحتى انا بقاتل انا باكل, أنا بأكل أربع, اربع مرات اربع مرات بالاسبوع الله سوشي اربع مرات بالاسبوع انا ما بقدر دوها ما حتى مع رز على فكره يوقف. ولا السودا النيه بقدر دوها ولا السودا ابدا اي شيء نيه ما بقدر اكله طيب خلينا هلا نشوف لك يعني الاسئله اوكي واذا ما بدك تجاوب مجبور تاكل سمك نيه رح جاوب رح تجاوب لو شو ما صار ولا مستحيل بس ما عندك حل ما تقول لا بجاوب لا باكل سمك ناي بدك تاكل بتعمل هيك وبتاكل رح جاوب يلا لا اساسا ما بشم انا نادرا ما اقدر شو أسوأ تصريح من هالتصريحين اللي صدروا عن لسان نقيب الفنانين السوريين محسن غازي منذ تعيينه حتى اللحظه منع ريم السواس وساره الزكريا من الغناء في سوريا بسبب الالفاظ النابيه في اغانيهما او الترحيب بكل الفنانين السوريين المعارضين واعاده ضمهم الى النقابه شرط دفعهم الرسوم المستحقه

ما بعرف والله ما انك على ما انت عم تقول انك حتكتب تيك توك وزع بد... تيكتو متلقي الدنيا بتيك توك انا تيك توك واطي 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 هيك يعني لا 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 فن يعني عم نحكي فن حلو يعني طب سكسيوز مي ما عندك يا سكسكيوز مي ساره الزكريا انا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو ما لا والله <applause> ما انا بالجدد كثير والله انا بسمع راديو تيجي نتجوز بالسر ايه تجي ناخذ بيت جديد ونسوي باب صغنطور يا بيبي ترنم تنت ما فيها شيء ما مشكله طلعت <applause> بس واطي مش حلو بس ما في يعني ماني شايف انه التصريحين فيهم مشكله يعني هلا هو نقيب فنانين بيحق له انت ما عوده الفنانين المعارضين؟ طبعا عندهم فعل ندامه او فعل اعتذار لازم يعملوه؟ هلا هن مجرد رجعتهم على البلد هو اعتذار اعتذار وندم اعتذار من كل الشعب السوري ليه؟ من كل اللي موجودين اللي بقوا بسوريا لانه تركوهم بتعتبر؟ لا لا مو لانه تركون هلا انا المعارضين شو المعارضين يعني؟ في واحد قال إنه انت أخل... موالي؟ شو موالي يعني؟ يعني انت م... يعني اللي فل عم 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 نصنفه ضمن معارض لا ما بيصنف هلا في ناس كثير طلعت من البلد اخي خايفه من الحرب ما بدها تعيش بحرب مم. وهذا حقه الطبيعي مم. وفي ناس بقيت بالبلد بس اليوم يعني اللي بقي يب... اللي بقي بالشام هو مع النظام واللي فل من الشام هو ضد النظام هذا التصنيف الغلط أولا نحن ما في شيء اسمه نظام، م. نحن دولة، م. نحن دولة اسمها الجمهورية العربية السورية، م. هي في دولة أو ما في دولة إذا في دولة فأنا مع هاي الدولة، أوكي، مع هاي الدولة ومع هذا الجيش ومع هذا الشعب. م. أما نظام ما في شيء اسمه نظام. يعني أنت, نظام مع, كلمة مع, انت مع التصنيف الرسمي إذا بدك. يعني الرسمي. مع الدول مع الجهة الرسمية ضد مع أي ميليشيا تحمل سلاح. طبعاً. بس بس, بس يقال إنه الدولة استعانت كمان بناس حاملين سلاح منو من ضمن الدولة. هلا يقال. مم شو بدك شو نقال؟ مم بس شفت بعينك؟ طيب مين من هالأسماء بتعتبره خائن لسوريا ولا يستحق أن يدخلوها مرة أخرى؟ أصالة نصري، جمال سليمان، مكسيم خليل. سامر المصري أصالة نصري مكسيم خليل مش أنت بدك كل سمك هي <applause> كل هو مو كل سمك أصالة نصري جمال سليمان مكسيم خليل وسامر المصري يعني لازم أقول اسم <applause> لا يستحق أن يدخل سوريا مرة أخرى واحد من هؤلاء الأربعة يا <applause> <ده حريفة. تصفيق> <applause> كل سمك شو اني اطيب وحده فيهم؟ أه. كلهم مثل بعضهم <applause> غمس بالصويا وفوت غمس بالصويا كتل الصويا يعني وفوت يعني من اني انا؟ <applause> يعني بدك انت وحده هاي فيها رز ساعتها بكون ال... لا بقعم... هي هي كثير كبيره بس تعمل فيها ما هي نص رز ما هي ده رز لا لا كبيره هي ما بدي يلا لكن هي انا حافتح لك مو كبيره هي كلها؟ ما حبيبي شو بدي اقعد اصقيس هلا ما حقعد اصقيس طيب ليش مكبرينها هي المعدة ليش مكبره يعني؟ يا حبيبي هو مش ولا الشيف ولا مشان يصحب مشان يصعب الله يرحم امك واو لعوس لعوس ما تبلع لعوس ما تبلع لعوس ما تبلع ما تبلع ممنوع ما تبلع ما طيب 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 كل طيب والله كثير طيب اطيب شيء بالعالم لك عيونه <تصفح> <تصفح> لك عيونه, <تصفح> <ليك> عيونه <تصفح> 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 ممنوع تشرب مي كمان <تصفح> حبسه بس جاي اذا بعد اذا ما بتجاوب بتجيبها عايشه بتاكلها مثل وعايشه مش هي طيبه؟ ما ما بلع يلا معنا نص ساعه كل الحمد لله صحتين الحمد <applause> لله <applause> طيب مش طيب؟ لا والله <applause> مين الممثلة اللي صارت أجمل لما لبست حجاب؟ نادين نسيب نجام بمسلسل 2020 ستيفاني صليبة بمسلسل دقيقة صمت نصلي الرواس و أو سلافة معمار بمسلسل زمن العار سلافة معمار بزمن العار بس نادين نجام من عاطلة كمان والله بي, آه بي بس متعصب سوريا يعني بصالون زهرة لا والله ولا كمان بصالون زهرة لا 2020 هو متحجب عفوا 2020 عشرين 20, 20 مش بي مش بي زهرة هلا يمكن انا بحب سلافة مع عمار شخصيا اعمل لي اياهم الواحد للاربعة يعني صف لي اياهم واحد للرابع سلافة الثاني مين؟ نديم. ثالث ستيفاني الرابعة نظلي نزلي. ما حلو بالحجاب حتى ورجيك انه مو متطرف للسوريين استفتاني. يعني طيب عندك اربع فنانات هلا مش محتشمات سمي وحده بتشوفها مش محتشمه بيننا بين بين الاربعه هي مايا دياب مايا دياب نسرين طافش ايبا نور وميريام فارس يعني اكثرهم مايا دياب اكثرهم مايا دياب تقول عنا فنانه غير محتشمه هلا مو غير محتشمه ايه حرة هي بس انه اه ستايل اللبس تبعها يعني مستفز اه هلا في ناس بيشوفوه كتير حلو ليش مستفز؟ اه. بالعكس يعني انت بتشوفه مبالغ فيه حنقول؟ مبالغ فيه مبالغ فيه أيه. طيب مين الممثل اللي اسمه تفضل اكتر اكبر من موهبته وبيستاهل بوكس على وجهه، هيدا في يعني يعني يا من هالميل يا من هالميل بدك تضرب بوكس، يزن السيد او معتصم النهار، قوم لاخ بوكس، قوم تفضل معي او كل سمك هلا سمك ما عاد اكل هاد هاد معتصم وهاد يزن يزن هلا عليك اثنين رفقاتي اثنين رفقاتي جدا ايه عرفت شلون؟ مين اسمه اكبر موهبته؟ قولي لا شو لهيك سؤال؟ و... ايه لحظة شوي ايه هيك و... <applause> سؤال مين اسمه اكبر موهبته؟ ايه والله اثنين حبيباتي سمك بدي سمك <applause> والله يعني ها ها رح آكل سمك حاجة اكل سمك يلا تعال يقبرني الله انا بدي اكل سمك ايه بس بس رح ناكل نصها علي ايه كل نصها حبوا هيئته لا بس يعني غطس غطس بالصويا انا اثنين رفقاتي والله ما بقدر كل افوكادو اذا بدك ما تصعب اسئله كرمال عصام كل كل افوكادو كل كل هذا الافوكادو كول افوكادو, لا لا أحسن, لا أفوكادو. احسن احسن ايه بيسندك, بيسندك بيسندك شو هي؟ افوكادو لا لا بس مشكلة مشكلة نصها حدي او شيء لا افوكادو افوكادو ما بدي ما بدي لا يا خي والله ما عندي ما عندي ثقة ولا لا شيء ما عندي ثقة معك افوكادو شو حرام الافوكادو طلع انا احب ما باكل ابدا اوعى <applause> بس منه حر كثير اعوذ بالله مش حر كثير افوكادو هذا اذا حدّي عبد حبيب شكرا يا شباب مشكورين <applause> بس <تصفيق> حاول جاوب من عصام يفضل له شيء اه انت عصام بدك الوجبه ناطرهم منشن عليهم خلص رح جاوب والله وحياتك يلا إذا بدك توزع جوائز، مين هو الفنان اللي يستحق لقب أفضل ممثل سوري؟ ما راح أقول لك 2022 لأنه الإنتاجات رمضانية كانت قليلة. راح أقول لك بالمطلق. تايم حسن، باسل خولي عفوا باسل الخياط، قصي خولي وفايز قزق. هلا السنة برمضان أستاذ فايز قزق. أستاذ فايز قزق، السنة. أوكي، أول واحد، نمبر تو. ثلاثة رفقاتي والله رفقاتي جدا بس تيم قصي باسل باسل الرابع واحد ليه؟ تيم قصي باسل في مشكل يعني مع في مشكل مع باسل؟ ثلاثة رفقاتي ليه بتكره باسل؟ <applause> يعني مو بكرهه بس في شوية غيرة وحقد <applause> <applause> ما <مع مع مع> عندك أعداء؟ لا خفية ما <مع> عندك أعداء بالوسط؟ لا لا ما عندك أعداد. لا الحمد لله بالعكس باثر حتى حضرت له مسلسل هلا اسمه منعطف خطر وما عجبك بجنن آه ما عجبك عجب. عجب. شو احلى مسلسل حضرته انت الهيبه مثلا من انصار الهيبه طيب حسن شو ما عمل بالباله شو ما عمل العالم اقسم بالله بحس احيانا بس قاعدين يعني عم بيتفرجوا عليه بغض النظر عن الماده اللي عم تقدمها طيب هذا شو هذا شو من رب العالمين هذا سبحان الله هذا عم تحكي كاريزما يعني طبعا كاريزما حضور ووسامة وكل شيء يعني مثلي سبحان الله وين ما بكون وين ما بكون ما عم بحكي بس ما انا بقوله مش معقول شو مش تيم حسن وين ما, ما بكون ما عم بحكي عن أستاذ فايز عم بحكي عن تيم انا نعم. <applause> حتى عنده كاريزما استاذ فايز طبعا عنده, عنده كاريزما, خطيره وين ما بكون بقولوا لي استاذ كاريزما انا وين ما بكون <applause> <applause> طيب أه، جد قالوا لي انه ما عندك مشكل تجاوب على ولا سؤال طلع طيب عندك مشكل بس تجاوب على سؤالين بس اهلا انا رفقاتي هدول انا رفقاتي يعني ما بعطي عليهم والله طيب يلا اخر فقره عم تمزح اكيد قبلها في بريك صغير بنروح واحد اثنين ثلاثه ابو الناج اخر بريك بحليه الليله وبنرجع الروحة <applause> وصلنا لاخر لاخر فقره او اخر جزء من حلقه من حلقه المزح نصه جد لليوم على قناه الان واذا قلت لكم اذا ما حضرتوا الحلقه على التلفزيون وما لحقتوها ما قلت لكم الا يوتيوب شانل قناه الان تعملوا لايك وسبسكرايب عم تبرق قدامكم على الشاشه الاسم لتعملوا له سبسكرايب بهذه الفقره عندك تحديات وانت كمان مضطر تنفذهم هالمره التحديات ما لهم علاقه بال باسئله لهم علاقه بايش انت بدك تعملها واذا ما نفذتهم لاقطين ما بتحب اللقطين؟ يعطيني يا زلمه ما بتحبه؟ بتحب اللقطين؟ ولا بأي أكلة <applause> إيه؟ يعني لا مربى ولا طبخ ولا شيء لا لقطين ناي في مكدوس طيب إذا بدك أعوذ بالله لا <applause> جيب لي المكدوس لا لا أنا لا لا, لا، يعطيني يعطيني خلص واحد منهم يعطيني يا أخي واحد منه لا 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 لا, لا. بعد تكره اكثر من السمك الني شو أوز... بتاكل يعني... انت لا بتاكل يعني مكدوس يعني هلا سمك ممكن اكل مكدوس مستحيل عشان برني الله قص لا. لا بلش قص أص... اصلا اصلا, أصلاً رح تعمل التحديات رح تعملهم ما بدهم شيء ليه؟ اول تحدي شاطر بالدبكه انت ماشي حالي شي مره دابك لحالك لحالي لا يلا فرجينا قوم كيف بدك تدبك لحالك شلون لحالك؟ لحالك تمسك لحالك ايدي يعني؟ ايه تمسك ايدي يعني, يعني تدبك لحالك فجيش بيطلع. ما بدك تمسك ايدي يعني؟ انا ما بعرف بس امسك ايدي مين بيعرف يدك من الشباب؟ بس امسك ايدي, ايدي ولا واحد؟ يس يس قوم بلا قوم لازم دبكة يعني يا باكل واحد اثنين ثلاثة شو؟ بس هي في بس دبكة, دبكة لقطة انشهرت لنا انا وخالد القيش ايه شو هي؟ كنا بعرس وكنا عم ندبك ايه بس كان خالد على الاول مو انا قوي خالد؟ انا ويا يعني ايه قوي خالد كمان بدك يعني اذا اجى معك قوي ايه لا عيونك خليني ادبك لك يعني يلا قول <applause> مش الهات يعني هاي شو بدي بدي اشوف الخطوات اللي مشهور فيهم ايها ما شفت قلت في خطوات مشهور فيهم انا وخالد لا لا في فقره قلت لك نزلت على, على السوشيال ميديا والله كنا بعرس لشب صاحبنا من بيت الكفري ما بتطلع بتنزل وبتطلع الحات وهيك ما عندك لا كيه. لا, لا. <تصفيق> <تصفيق> طب انا 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 عندي هون انا بعرفه انا كثير بس حاطلع على هذا بس حديني الله يخليك بس ما رحت <applause> عم عم بمزح معقول اطلع الحيط يعني ما بعد. طيب هلا انت مشهور بلعبه الاشارات على تيك <applause> توك <applause> 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 لعبة شيء بتحذر إيش آه من, من غير الإشارات كلام يعني من ايه من غير, غير كلام غير يقبرني كلام ربك بدك تحذرني سامي مسلسلات بالإشارات اوكي؟ وانا بحذرك وانت بتحذرني يعني هلا انت بتسحب واحد بتحذرني وانا بسحبه وبحذرك انت بتسحبه وبحذرني وانا بسحب معك دقيقه تحذرني اوكي؟ واذا حذرت واللي بيربح بالاخر اذا خسرت انت بتاكل مكدوز هي مسلسل يعني اه مسلسل اوكي خمس كلمات مصري بلا حكي بلا حكي شو هي لا غاز انا بدي احكي لها اه اوكي 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 خامس كلمه الله يرحمه شو آه. انت أول كلمة؟ لا. لن. أوكي. أوكي. شو هاي? أنت ما بدك تحزر قصدك. لا بدي أحزر، لا لا والله شو. هلا إذا أنت إذا أنا عرفتكن أنت رحت يعني؟ لا إذا أنا إذا أنا رحت انت لازم اذا ما عرفت تكون انا خسرت ايه اه انت اصلا عم تخسر حالك اوكي يلا اوكي اوكي, أوكي, أوكي الاولى لن لن ثالثه شمال يمين شو شو هي كنت بتجنني منيح اللي ما بدي لا لا بس شريكي. لا والله خليه كفي بس ما حزني شي غيرها غير. شوي شو هي؟ شو هي؟ هي على على آه, اه على اوكي خلص اوكي اوكي <applause> شو على خيي؟ أوكي. اوكي اوكي حجاب عباية لن اعيشها في جلبابي ابي أوكي. برني ربك لك في 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 ما قال لي ولا وين فكرته جرس انا بيعب فكرته جرس باب في في هلا دوري شو شلون بدي احذر لك اياها فورا وانا عندي شك انه انت بتعرفهم انا ما بعرفهم بالاكيد لا انا ما عندي شك كيف ما عندي ما بعرفهم كيف بدي عم هيدي كيف بحذرك اياها مسلسل ساعه وشي. مسلسل كلمتين سوري ولا مصري؟ سوري اوكي الأولى ساعة وقت زمن زمن العار نعم قوي آه، آه، آه. <applause> يلا دورك طلعت سهلة زمن العار <نسف> أنا حذرتك يا مضبوط وقت زمن العار اوكي أنت صرت تعمل لي ما بدها <applause> أنا قلت أول شيء إبري وخير آه، آه، okay, okay. جرس بيت كلمتين تاني كلمة هواء شباك حر شوب صيف أول كلمة غيمة غيمة صيف سحابة صيف بألف الصحة برني ربك والله برافو عليك ايش لا اعتبرني حيوان ايه لا, لا يا زلمة اوه هاي قوية بقى ابدا قوية هاي ما تنشو هاي هيني سهلة هاي, هاي. أه لحظة كم كلمة؟ كلمتين طريق مشي مشينا غندورة أمورة أم زهرة شو؟ أنا أنا وياك شو بنشتغل؟ بنات شباب بنات بين البنات والشباب شو <applause> الثانية الثانية كلمة الثانية طربوش عسكر عسكر الاغا اغوات بكوات باشا رئيس زعيم اتراك اسم له علاقه بالتركي الاسم السلطان حريم السلطان سهله اللي حريم ما مشالي مش مثل ده <applause> ده ما <انت> لك حريم <applause> ما وصلنا لبنات قلت لك هيك شو يكون صبايا يلا اخر وحده <صحيح> لحد تعادل هلا تعادل لحد هلا تعادل <applause> يا ويلا معك دقيقه على قد اذا ما عرفتك تاكل مكدوس انا ما عرفتك تاكل مكدوس لا لا شو مسلسل يعني؟ مسلسل ايه لبنين. كم كلمة لبناني ولا ل... يا اوكي بلبنان كم كلمة؟ كلمة واحدة كلمتين؟ قلت لي هيك هيك اوكي ال اه خلص اوكي كلمتين قل التعريف لبناني قل التعريف جبل جبل ابو جبل الهيبه الهيبه ايوه انا استاذ وهذه كانت حلقتنا لليله محمد قنوع اهلا وسهلا فيك قد ايه كنت مسالم بهيدا اللقاء؟ منيح والله ما لا وانت كنت مسالم والله تتوقع تتوقع تتعرض لهجوم ولا ماشي الحال؟ لا لا ما ما, ما بتصور لا اوكي هذه كانت حلقتنا من مزح نص مع محمد قنوع مين الفنان اللي بتحبه؟ سمير لي شو الفنان اللي بتسمع له دائما مطرب؟ ايه جورج وسوف جورج وسوف رح نحكي بحلقه لجورج وسوف مشاهدينا اذا في شيء ما سمعتوه او ما حضرتوه بهذه الحلقه فيكم ترجعوا تحضروه على يوتيوب على تشانل يوتيوب قناه الان اعملوا لايك وسبسكرايب اللي عم بتشوفوا على الشاشه محمد قنوع هيدا كان محمد بحلقه مهضومه خفيفه نظيفه لك ابو الناج جورج وسوف روح خسرت كل الناس علشانه علشانه استحملت له ازاي ده كله يسبني تصورتش غدر في يوم خسرت كل الناس علشانو علشانو استحملت اليوم ازاي بعد ده كله يسيبني ما تصورتش غدر في يوم